خويا هنا عندنا جمعية مفاتيح الجنات تاني المنغول لي تريزون 2021. حنايا كانوا عندنا مشاكل، كانوا ما يقراوش، الحمد لله يعني عاونونا شويه، داروا لنا مدارس بصح مازال عندنا شويه مشاكل، بصح ماهوش كيما كانوا. دوكا هنا راهم يقراو الاولاد، راهم يقراو ويخصهم، كاين نقاش كيما لابيسين، كيما كاين حوايج يخصهم بزاف. ذوي الاحتياجات الخاصه في الجزائر ان شاء الله نتمناو تكون عندهم التفاته اكبر واغمق واوسع واكثف، لخاطر ذوي الاحتياجات الخاصة أشخاص عندهم احتياجات خاصة من كل الجهات، احتياجات في مجال نفسي، في مجال اجتماعي وخاصة اجتماعي. يا خويا واش راح نقول لك، حنايا رانا تلاقينا بزاف المشاكل، عندها منها تاع السباحة للأطفال ما كانش، مدارس الحمد لله هذه الايامات راهم وفروا لهم تاع لا داس حوايج كثر خيرهم، وبالأخص راني حابة نقول حاجة واحدة هي تاع السونتر اللي عطاو لنا مرسو تراب وما حبوش دوكا باش كيسينيو لنا فيه، باه نديرو مركز في ولايتنا من كل الدوائر يجيونا، خاطرك هكذا بزاف واحد في سيدي مبارك، في راس الويد، في الشانيه، جاوهم بزاف الاولياء، حنا ماذا بينا يشوف لنا الوالي في عين اعتبار هذه النقطة. مشاكل تاع المعوقين سورتو لي تروطوار، ما عندناش لي تروطوار. نمشيو في الطريق. لو كان المعوق عنده انشاء زرولون باش يمشي في التروطوار ولا مستحيل يمشي في التروطوار. عندهم محيطات خاصة، يكون عندهم حيزات خاصة بهذه الأشخاص، لأن الشخص المعاق دائما أو نتفادوا كلمة معاق، ذوي احتياجات خاصة أشخاص يحتاجوا رعاية اجتماعية، لأن النظرة لهذا الشخص ذوي احتياجات خاصة نظرة سلبية، نظرة تهميشية، نظرة إن شاء الله تكون نظرة أغمق وأوسع لهذه الأشخاص. الأطفال المعاقين ذهنيا يحتاجون إلى تكفل خاص ورعاية خاصة، تحتاج إلى طاقم بيداغوجي مؤهل من أخصائيين نفسانيين أرطفونيين بيداغوجيين، وخاصة المربين المتخصصين في هذا المجال، لأنه يحتاجوا إلى تكفل خاص نوعا ما، مشي ما لازمش نجيبوا اي واحد يتكفل بهم. عندهم مشاكل عديده خاصه بالاستقلاليه، الاندماج، مشاكل سلوكيه، اضطرابات في النطق خاصه، والاطفال يحتاجون كذلك، اطفال التوحد اللي رانا نعانيو في نوع من المشاكل معهم، لانهم ما لازمش يقعدوا مع الاطفال ذوي الاعاقه الذهنيه. من الافضل لو كان عندهم مركز خاص باطفال التوحد، لانه هذا اضطراب خاص ما لازمش يكون مع الاطفال المعاقين ذهنيا، ولكن للاسف مازال ما كاينش مراكز خاصه، دونك حنا رانا دايرينهم لهنا مع المعوقين ذهنيا باش نتكفلوا بهم، لانه ما كاينش حل واحد اخر. منحه قليله 200%، سبحان الله منحه. وزيد حاجه، انا نطالب الحمد لله مادام راه المدير النشاط الاجتماعي ورئيس دائره، نطالب باللي المعوق يخدم سورتو العمل داخل الاداره، ما كاينش. مادام جا المدير جديد هذا ورئيس دائره جديد، نطالب باش يخدموا سورتو المعوقين، يخدموا داخل المكاتب، ما كانش. المنحه يكذب عليك اللي منحه تاع 300,000 منحه، سبحان الله، واش توكلوا؟ انا نطالب الدوله تكون 800,000. انا عندي اسره تتكون من 6 افراد، ابي مكفوف واخوتي، امي معاقه واختي معاقه، أطلب منكم المساعدة. يعني المعوق من مشاكل تاع النقل، سيارات مجهزة، يعاني من لي باليز هذو تاع تاعهم، سيرتو في لابوست، في البلديات، في الإدارات، سيرتو ليزيسكالي هذو نورمالمون يديروا هما عندهم أن باساج تاعهم سبيسيال. معوق في الجزائر شويه. تروطوار في بعض البلديات ما كانش، خلاص شغل كلاوه، تروح تروطوار تلقى تروطوار، تلقى كرسي، كرسي تلقى سكالي، تلقى عندنا مشاكل في هذا. حتى عندنا بعض المعوقين مساكن، نقول لك لما نصيبهم يطلبوا في السوق غيرنا الحال، احنا كمعوقين غيرنا الحال. منحه مش منحه، 300 دينار 3000 دينار ما عندها، ما ماهيش منحه، تعتبر منحه تاع يومين ولا ثلاثه برك. المنحه لا تكفيني،
زيدي واش يخصك؟ وأبي المحة ولاتك في أيضا. القانون يفرض أنه تكون ممرات خاصة بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، لكن هي الصعوبة تكمن في بعض الإدارات وين يستحيل أن تكون فيها ممرات، لأن البناية أصلها ما عندهمش كيفاه يديروا فيها بعض الممرات لذوي الاحتياجات الخاصة. لكن البنايات الجديدة أنه القانون يفرض، خاصة أن قانون الصفقات واللجنة الولائية لتفوت الصفقات العمومية أنها تمد التزامات وتمد أوامر أنه يراعوا في إنجاز هذه المشاريع الجديدة تكون فيها ممرات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل وصولهم إلى الإدارات العمومية وكل المنشآت الإدارية. اقترحوا احنا أولا يكون مركز خاص بأطفال التوحد، خاصة بأطفال التوحد، لأنه العدد في زيادة، لأنه العدد أطفال التوحد في تزايد تام، أطفال التوحد ما لقاوش وين رايحين يروحوا. الحاجة الدوزيام الأخصائيين المؤهلين في مجال التوحد، يعني راه نقص كبير في الكفاءات، نقص في اللي ما كانش تكوين هذو مربيين، سواء مربيين أو أخصائيين، ما كانش تكوين في مجال أطفال التوحد. كذلك الصعوبات اللي رانا لهنا أطفال التوحد مع الإعاقة الذهنية، لقينا مشاكل عديدة ما تكيفوش مع بعضهم نظرا لنقص الامكانيات، نقص الكفاءه. فيما يخص الاشخاص اللي عندهم ذوي احتياجات خاصه، هم في حيز اشخاص في وضع اجتماعي صعب. هذه الفئه ان شاء الله التفاته اكثر واكثر لهم. هم متواجدين على مستوى المراكز، وخاصه اخص بالذكر المركز الإسعاف الاستعجالي لولاية برج بوعريج. هذا المركز يأوي نساء في معنفات، يأوي أشخاص في وضع اجتماعي صعب. إن شاء الله تكون التفاتة، إن شاء الله تكون المراسم القضائية تصب في فائدة هذه الأشخاص. هذا هو المعوق، واش يحوس معوق مسكين، معوق لما تشوف المعوق. شوف كاينين عندنا بعض الآن، رانا نتبعوا نروحوا للديار تاع الناس، نلقاو المعوقين راكدين في الديار، ما على بالهمش باللي كاينه لاداس هذه، ما على بالهمش باللي كاينه الخليه الجواريه، ما على بالهمش باللي كاين جمعيات. هو حقيقة خاصة المراكز النفسية البيداغوجية الثلاثة اللي راهي متواجدة على مستوى بلدية البرج، جات خارج البرج، حنا رانا في اتصال دائم ومستمر مع الوزارة الوصية، وين اعطونا الموافقة على المركز المختص في حماية الطفولة، إن شاء الله وافقونا على التحويل تاعو إلى مركز نفسي بيداغوجي، لكن مع التقشف ومع الأمور المالية غير إن شاء الله، وإن تكون تتوفر الأموال راح نقوموا بالتهيئة ونفتحوا ونقضوا على هذا المشكل نهائيا إن شاء الله، لأن الأطفال إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله.